وهنعمل دلوقتي ستيك ديانا، والستيك بتاعنا علشان نعمله عايزين ستيك حسب عدد افراد الاسره، عايزين معلقه كبيره زبده، معلقه كبيره زيت زيتون، واحد بصل شرايح، مشروم، معلقه كبيره ماسترد، واحد ونص كوب كريمه، واحد مكعب مرق، اتنين معلقه كبيره بقدونس، اتنين فص ثوم مفروم، واحد معلقه كبيره ورشستر صوص، وممكن يعني يبقوا اكتر من معلقه، يعني مثلا معلقتين ثلاثه كده يعني. طيب اول حاجه هنعملها دلوقتي هناخد زيت الزيتون اللي عندنا نحط كده هنا شويه، وهناخد الزبده ونحطها كده برضو هنا، وعندنا هنا الستيك بتاعنا بقى، بس في حتة جلدة كده لدهنة عايزة اشيلها. بس هو طبعا لازم يبقى فيه حتة دهن كده، واللحم اللي بيبقى جنب الدهن ده بيبقى طعمه طري جدا جدا جدا، بس في حتت بتبقى بزيادة فدي انا بحب اشيلها. طيب هناخد بقى دلوقتي اللحمة بتاعتنا وهنحطها في الطاسة، طبعا احنا عارفين اللحمة ما تتحطش كتير على النار، لان لما تتحط كتير على النار بتنشف، فهي المفروض تتحط الوقت الصح، يعني مثلا نقول 3 4 5 دقايق على كل وش يبقى كويس قوي. نحط بقى دلوقتي شويه، استنى بس شويه، ونحط لها ملح وفلفل. عندنا بقى هنا المكونات التانية اللي هنحطها للصوص، عندنا الورشستر صوص، عندنا توم، ماسترد، مكعب مرق، بقدونس، بصل، ومشروم شرايح. احنا كده تمام، خلينا بقى نشيل دول. في نفس بقى الطاسة هنحط دلوقتي شوية توم، وعندنا بصل شرايح، طبعا انا ما حطيت لهاش اللحمه غير بس رشه ملح وفلفل فقط وخفيف. طيب حطينا هنا الثوم والبصل، ودلوقتي حطينا المشروم، كل ده في الزيت والزبده اللي كانوا مطرح تحمير اللحمة، مش هنحط عليها ملح، خلاص كفاية مكعب المرق. هنحط معلقة من الماسترد، كريمة، وهنحط الورشستر شاير صوص لغاية كده ما يعني ما ناخد اللون اللي احنا عايزينه. يعني تقريبا 3-4 معالق. عندنا بقى هنا رشة من البقدونس، ودي هنحطها اخر حاجة. خلينا بقى دلوقتي ناخد الطبق اللي هنقدم فيه،
شايل اللي فضل ده من اللي بصوا الطبق فضل فيه شويه سوائل كده، هاخدها وهحطها مع الصوص. هناخد بقى الصوص بتاعتنا ونحطها فوق الستيك.